مرحبا متابعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج رموز، واليوم راح نختار لكم شخصية جدا مهمة ومؤثرة في المجتمع العراقي. شخصيتنا اليوم هو المعماري والأديب خسرو الجاف، تابعونا. لحد الآن يسأل في فورم هذا هو خسرو محمد سعيد محمد الجاف، ولد في ليلة نوروز عام 1945 في مدينة كلار بمحافظة السليمانية، وفيها أكمل الدراسة الابتدائية، أما بقية مراحل الدراسة فأكملها في بغداد. درس الهندسة المعمارية والديكور الفني في إيران، ثم عمل في الحقول الهندسية والأدبية حيث زينت منتجاته المختلفة، وعلى مدى 40 عاماً العديد من المجلات والصحف الكردية المختلفة، كما عرفت والدته الحنونة زيبا خان بنت كريم بك بكونها من ألمع سيدات عصرها. خسرو الجاف هو شاعر وكاتب، أصدر العديد من الكتب والروايات باللغة الكردية، كما ترجمت بعضها إلى اللغة العربية. أنتج خسرو الجاف أكثر من 65 كتاباً مطبوعاً بين شعر وبحث أدبي ومقالة من الفكر والعمارة والرواية والتاريخ الأدبي والتراثي. في شعره ثورة وانقلاب وعشق صوفي خالد، حيث تتألق مفرداته كالماس الذي يتلألأ في دياجير الظلام، وفي رواياته نلمس نزعة تاريخية لتدوين جوانب من تاريخ الكرد في ماضيهم البعيد والقريب. أبرز ما يميز الجاف أنه من الرواد في الأدب الكردي، ففي سنة 1994 كانت هناك في العالم 14 رواية مطبوعة باللغة الكردية، 6 من هذه 14 كانت من مؤلفات خسرو الجاف. أما عن أعماله المعمارية فنصب الشهيد فوق قمة الجبل في منطقة هزنزان على طريق كويسنجا قربيل يضم 360 قبرا رمزيا، وكل قبر يرمز لألف شهيد. كذلك نصب لشهيدة الإعلام شفا قردي أمام مبنى شبكة روداو الإعلامية في أربيل. شغل منصب عضو في الجمعية الوطنية الانتقالية المؤقتة عامي 2004 و2005، كما شغل منصب عضو في لجنة الإعمار والخدمات في الجمعية. ومن نتاجاته الأدبية الوادي سنة 1989، وقام بترجمته إلى العربية الشاعر محمد البدري عام 1995، وهيج مطبعة الحوادث بغداد 1991 قام بترجمته إلى العربية بعنوان لا شيء محمد البدري. عفريتة السلطان قصص قصيرة، باشيان كشت رواية تاريخية، قلعة الحيوانات وهي ترجمة لرواية جورج أوريل 1996، الإنسان في معبر التكامل مترجم، ثلوج مشتعلة قصائد، بؤو بؤوية لماذا لأن عام 2001، كما له تأملات موريس ميترلينغ ترجمة 1988، والأهم من كل ذلك دائرة المعارف للعلم والفن سنة 1989، وهو الجزء الأول وفي الغلاف الأخير من بعض كتبه، الإشارة إلى أنه من ضمن نتاجاته المهيئة للطبع في الجزئين الثاني والثالث من دائرة المعارف ورواية العاشق. له العديد من التراجم في الكتب الأدبية، منها تأملات موريس ميترلينغ عام 1988، وصدرت له روايات عديدة منها الفندق والمومس والكلب ورواية رقصة مهابات. أعزائي المتابعين، كانت هذه سيرة مختصرة للأديب والمعماري خسرو الجاف. أتمنى أن تكون الحلقة راقت لكم، انتظرونا في حلقات أخرى. تحياتي.